تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله العظيم سبحانه، ونستعين ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، امام المرسلين وخاتم النبيين وصفوه خلق الله اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله، لقد سمعنا هذا الكلام الكريم من ايات سوره فاطر، والمتدبر الناظر يرى ان السوره من بدايتها حتى بلغ بل نهايتها تعدد نعم الله على عباده وتدور حول امرين، ان كل تلك النعم منه تعالى، وان الله تعالى وحده القادر على سلبها اعطائها وسلبها، وان هذه النعم لا ينتفع العبد بها وحده بل بتدبير الله له، فان شاء نفع وان شاء حجب خيره عنه. باختصار شديد يذكرنا باعظم النعمتين، نعمة الخلق والإيجاد مع أسبابها، ونعمة الهداية والإرشاد مع تدبيره فيها. السورة مدارة حول هذا، ولذا بدأت بالحمد لله، ونلحظ هذا دعوته في ثناها للتسبيح. وقبل أن نقول في الحمد والتسبيح، لابد أن نذكر أن هناك ارتباط شديد جدا جدا بين الحمد والتسبيح. ما معنى سبحان الله؟ وما معنى الحمد لله؟ ونلحظ أن الله كثيرا ما يجمع بينهما، فسبح بحمد ربك. والنبي كان دائما يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الحديث كثير جدا. إيه الارتباط بين التسبيح والحمد دونا عن كل أنواع الأذكار؟ هناك ارتباط وثيق جدا، لأن الكثير منا يصرف التسبيح فقط على التنزيه والحمد على الشكر، ده الظاهر اللي كثير من الناس يفهم، لكن حقيقة بين الاثنين تداخل شديد جدا جدا. للتسبيح معنى أصلي ومعنى فرعي، وللحمد معنى أصلي ومعنى فرعي. المعنى الأصلي في التسبيح فرعي في الحمد، والمعنى الأصلي في الحمد فرعي في التسبيح. نوضح أكثر، التسبيح معناه تنزيه الله عن جميع النقائص، ويأتي تبعا له تنزيه الله عن أن يكون له في الكمال مثيل. والحمد العكس، الأصل فيها تنزيه الله عن أن يكون له في الكمال مثيل، ويأتي تبعا لها تنزيه الله عن خالص. هذا المعنى اللي بسقه لكم في كلمتين أنا شخصيا حفيت وراه سنين، وما وجدت احدا جمع هذا الجمع غير ابن كثير رحمه الله تعالى. فالتسبيح معناه تنزيه الله عن ان عن جميع النقائص، وياتي تبعا لها تنزيه الله عن ان يكون له في الكمال مثيل. والحمد تنزيه الله عن ان يكون له في الكمال مثيل، وياتي تبعا لها تنزيه الله عن النقائص. فبينهما تداخل، سبحان الله وبحمده أي تنزيه الله عن أن يكون له في الكمال المثيل أصلا وفرعا، وتنزيه الله عن النقائص أصلا وفرعا.
يبقى الكلمتين جمعوا لنا كمال المعاني في حق. واضح المعنى الدقيق ده؟ أنا عارف طبعا المعاني الصباحية الدقيقة دي يعني قد لا تهضمها كل القلوب. لكن معلومة علمية لابد من بيانها. هذه واحدة. الأمر الثاني بدأ بالحمد. وعندنا خمس سور بدأت بالحمد. لكن كل سورة بدأت بالحمد عددت أو سلكت مسلكا في تعداد النعم. فكل سورة في اتجاه. خمس سور في خمس اتجاهات. بيسموها الخمسيات. خمسة بخمسة بخمسة بخمسة. كل سورة كل خمس سور بدأوا بداية متفق عليه. فهنا السورة بدأت الحمد لله الذي الحمد لله فاطر السماوات والأرض ومع خلقه لها عرج على طريقة دبرتها قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة بمن تدار السماوات والأرض برسله وملائكته في ملائكة متخصصين في السماء ملائكة متخصصين في الأرض في حركة دؤوب لا تتوقف لحظة ومش واحد ولا اثنين ده مليارات الملائكة مع تنوع خلقهم لذا جاء التفصيل قال ملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق الغالب هذا حال مثنى وثلاثة ورباع أجنحة لكن الحديث الثابت نرسل وصف جميل قال له 600 جناح يبقى المسألة مفتوحة ما بين أقل الملائكة وما بين جبريل هذه واحدة حركة الكون رب العباد جند هؤلاء إله أعداد مهولة رهيبة نصوص الآيات والحديث توحي بالكسرة الكاسرة فيهم جدا جدا مش عادة مالية إحنا بالنسبة لهم ولا حاجة عدد البشر بالنسبة للملائكة لا يذكر لأن هؤلاء منهم اللي سما سمو كبير جدا صفوة الملائكة ومنهم من يعني يكفيه وصف الملائكة منهم جبريل ميكائيل إسرافيل ملك الموت دول أربعة كبار وحملة العرش جبريل اختص بالرسالات وإنزال الرسل ورب العباد يصفه ويقول إنه لقول رسول كريم هذه جاءت في جبريل إنه هذا القرآن نقول لك يا محمد اللي نقلوا مين؟ رسول كريم فوصفه ربه برسالة وصفه بالكرم إنه لقول رسول كريم ذي قوة قوة غير عادية بعدين إذا كان اللي جايب لك رسالة واحد قوي اللي هيعاصلك معاك هيتصرف واخد تفويض من رب العالمين مش مسمي نحن ها؟ هيتصرف وده اللي حصل لما قوم لوط أصلبوا وأبوا الإيمان سيدنا جبريل شال طبعا عشان أخي سأل شال الأرض أرض قوم لوط كلهم من منطقة سلوم سموها سلوم وعلى فكرة كان قوم لوط طبعا احنا كلنا تعودنا نقول على المتهم بالفحش ده لوط قولوا سيدنا لوط ما كانش اسمه لوطين كان اسمهم العمويين كان اسمهم ايه؟ انا روحت امريكا مشهور البلاء ده في سان فرانسيسكو اليهود انصح منه لم يسموهم اللوطين سموهم العمويين باسمه الاصل فاسمهم العمويين وبعث فيهم سيدنا لوط منهم يعني والى يعني سيدنا لوط دعاه وصبر عليه لغايه اخر لحظه
وده كان اخر امتحان قاسي. تخيل امه بكاملها ما فيش فيها راجل يفهم يفهم. ده سيدنا صرخ اليس في كمران رشيد؟ في البلد كلها ما فيش واحد رشيد عنده عقل. فالشاهد يا اخواني ان الملائكه لما اذن الله بانهاء هذه الامه شنوا سيدنا جبريل على طرف جناح. طبعا شنوا منطقه كامله كل قوم سيدنا لوط وقلب شال الارض وطلع فوق حتى كما جاء في حديث سمع اهل السماء بكاء الصبيه وصيح الديكه ثم قلبها. يقول تعالى فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا. خلي بالك جت ايتين، اية الهود قال عليها، اية الحجر قال عليهم، مره قال عليهم مره عليهم. يبقى الحجاره نزلت عليها على المدينه كلها مكانها، ونزلت على كل من حاول الهرب بره المدينه جبته. إذا قال عليهم فنزلت عليها وعليهم، عشان لما نقرأ نبقى فاهمين ايه الفارق بين عليها وبين عليهم. والبشر بشر لما يقل أدبهم يعني نسأل الله العفو والعافية، لكن على من؟ على ربهم، على الذي خلقهم، على الذي أحياهم بنعمه، على الذي أدار حياتهم بتدبيره. من نحن؟ الشاهد يا اخواني يقول فجعلنا عليها سفرة وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فهنا عوض عن عليها بقوله عشان يقول جابهم كمان بعيد، قال وما هي من الظالمين بعيد. هتجيب اي ظالم في اي مكان ربنا يهلكه ويهلكه. من يعجزه؟ من يعجزه؟ آية الحجر قال عليهم، جابتهم واحد واحد، ما أفلت منهم واحد. وده شيء عجيب إن الإنسان حتى لما يصل لحد الغباوة عارف إن ده رسول، ورسول من عند الله، وربنا قرأ آياته، ويعاند لآخر نفس. قوم ثمود جاب لهم الناقة، هم اللي طلبوه. قالوا له خلي ربك يطلع لنا ناقة من الجبل. مش تولد من ناقة، تطلع من الجبل. قعد يتضرع الى الله سيدنا صالح لغايه ما انشق الجبل وهم ينظرون، هم واقفين فرجوا، وخرجت من تحته ناقه عظيمه جدا جدا غير النوخ اللي احنا عارفها. تخيل ان حلب لبنها يوم يغطي الامه بالكامل يومين، ام الثمود. ودوله كبيره ودوله عسكريه كان بيحكمها العسكر عشان نعرف بس. أنا مش الكلام ده من عندي، ده نص القرآن. قال تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وإيه؟ وثمود، أكبر دولتين عسكريتين في التاريخ. لكن أدمغة هؤلاء بس. ما فيش أدمغة. لو في أدمغة ما كانش كده. قم ثمود النقى قدامهم وبيشربوا لبنها أي شهور وسنين. ورب العباد طلب من طلب واحد بس، ان يتركوها تشرب يوم هي الميه من البئر، هم يشربوا اليوم الثاني، ياخدوا البئر يقضيهم يومين، ويشربوا لبنها يقضيهم يومين، يحلبوا امس يوم يشرب تبعه. لكن البلاء المبين لما يطلع واحد مجرم ربنا صفه ويقول اذ انبعث اشقاها. وسيدنا صالح حذر فقال لهم رسول الله ناقة الله سقيها، يعني حذرت مستوى بسوء. سكت دماغه اتلحست راح ذبح الناقة. ومع ذبحها سيدنا صالح قال لهم انتوا خلاص ربنا هيهلكم خير بعد يومين. حدد لهم بعد العذاب. ما تحرك منهم واحد. ها؟ حدد الحين اللي ربنا يهلكهم فيه. لكن هنقول ايه بقى؟ هي دي ادمغه العسكر. وطبعا اذا انصاع الناس لهم
ودوهم في 60,000 ذهب. ها؟ فأقروها فقال تمتعوا في داركم، استغفر الله العظيم، 3 أيام. ذلك وعد غير مكذوب. خلال 3 أيام ربنا يهلكهم ويهلكهم. دي كانت مدة الإنصاف نهائية. ومع ذلك ما فيهم واحد ساب البلد. ولا هرب ولا فر ولا تاب إلى الله. شوف الإنسان بقى دماغه ما تحصلش الجزمة. بل كما قال الشاعر: قوم إذا صفعت النعال وجوههم شكت النعال. شكت النعال، طبعا احنا جربت عشان تضربوا منها وجوه خزرًا. ولبس. شيء مذهل. هو ده الإنسان. من يقاوم رب العباد وعنده هذا الكم الرهيب من الجند؟ جبريل من القوم. احنا فين؟ واسلحتنا وطياراتنا وصواريخنا لو عايز يشيلنا احنا وهي يودينا في ده مش ماشي. ها؟ لو عايز يهيج البحر علينا بكفه بجناحه هيغرقنا ما غرقناش؟ هتنفعنا القنابل الذريه؟ اللي انفجرت هتدمرنا، يبقى دمرنا انفسنا بايدينا. أليس كذلك؟ يا إخوان لابد، ولذلك صدر السورة بهذا البيان الرباني. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما شاء. لما جه في سيدنا جبريل قالوا إنه وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ده ربنا مديله إمكانيات وتفويض عالي جدا يتحرك فيه وسعة حركة. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع، مش لوحده، ده معاه جند آلاف بل ملايين ملائكة يمشي منهم يعني أمر الله في كل مكان. مطاع ثم أمين، مطاع ثم غير ثم عاطفة، لكن ثم بمعنى هناك. مطاع ثم عند رب العباد. رب العباد يعني اعطى اوامره للملائكه بصالح سيدنا جبريل. مطاع ثم امين يستحيل يخالف الله امر في قليل او كثير. ثم عرض قال وما صاحبكم يعني رسول الله بمجنون. ولقد راه راى جبريل في صورته الملكيه ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بظنين. ما بيفتريش وانا شفت جبريل ما شافوش. حاشاه صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك جبريل النبي وصفه، الوحيد اللي شافه بصورة الملائكة مرتين الوحيد اللي وصفه، وإن رأى ملك الموت وإن رأى إسرافيل لكن ما وصف إلا جبريل. وصفه حجمه حاجة تهبل، رأسه تحت العرش وقدماه في 7 أرض وسد ما بين الخفقين بين المشرق والمغرب. تخيل بالله عليك كل واحد منا عند احتضاره هيرى ملك الموت هو قريب الشبه بجبريل بنفس الحجم. وذلك كل واحد فينا حصل له ايه؟ احنا ولد دلالين. ولا دلالين. ملك الموت بيقف قدامه. ها؟ ده مكلف بخفض الارواح. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ربنا اداله التوكيل. خلص. خلص. اللي يجي عجل وشيل فورا. هيتاخر؟ ولذا يقول تعالى: فاذا جاء لهم لا يستأخرون ساعة يستخدمون. ومش جاي لوحده، ده معاه فريق. رسل. ولذا قال: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. حياتنا قامت بالحفظة. هم الحاسين بتنام بالليل. مين اللي بيحميك؟ بترفص، تتقلب، ممكن تتقلب تقع، تتكسر. مين اللي يدفعك؟ مين اللي يحرس كل جرحى فيك؟ حفظه. قلنا من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن ولا دريتنا حتى. حفظه معانا في نومنا، في قيامنا، في حركتنا. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه الى متى؟ قال حتى اذا جاء احدكم الموت. يبقى هيستمر معكم حفظه لغايه لحظه الموت. عند الموت يذهب الحفظه وياتي القبضه.
هم دول رجالة ملك الموت. حتى إذا جاء الموت توفته رسل وهم لا يفرق. قد إيه الرسل دول أتباع ملك الموت؟ رب العباد بينهم فرق وصفهم أوصاف، مش كل واحد، كل فريق مختص بمهم بمرحلة. قال والنازعات غرقا فريق ينزل، والناشطات نشطا فريق نشط، والسابحات سبحة فريق يطلع، فالمدرك إلى آخر الآية. كل فريق مختص بمرحلة لا تجوزها، فمش واحد ولا اثنين، ده احنا أمام آلاف مؤلفة. من يقاوم؟ وإيه ضغطة في المقاومة؟ في واحد عند الموت يقدر يقاوم؟ هيرفص، يرفص، هيسيبوه، هيسحبوها من الموت. بالعكس، ده لحظة ترفيصه دي بتساعدهم يطلعوه. وهذه من أقدار الله وأطافه. رفص. ندرك هذه الحقائق يا إخواني. كم من ملائكة رهيب جدا جدا. الأعداد لما نرجع للحديث الوردة شيء حقيقة الحقيقة. يعني تخيل إن كل واحد فينا مختص به ملك قريب بيدعوه للخير في كل موقف. ده واحد موكل بكل إنسان منا، يبقى على الأقل موجود معانا بعددنا كلنا بعدد كل البشر ملك. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لكل إنسان ملك وشيطان. الشيطان لما توعد من ظلهم أجمعين وجن الجنود بعدد البشر خلى مع كل واحد فينا شيطان يوسوس له بالشر مع كل واحد فينا. لدرجة الصحابة تعجب لما قال لكل إنسان ملك وشيطان. لكل إنسان؟ طب ما رسول إنسان. قالوا حتى أنت رسول الله؟ قال حتى أنا. لكن رسول فاطن سؤالهم على إيه؟ هيبقى له ملاك ماشية، لكن يبقى له شيطان؟ قال حتى أنا، لكن الله أعانني على الشيطان فأسلم. فأصبح يدعونا للخير حمد لله. طب شيطان اللي بيأسلم، شياطين إحنا؟ شغالة. ها؟ ولا نامت؟ فكل واحد فينا مختص بشيطان من الجن، وده جندي من إبليس. ورب العباد جعل في مقابله ملاك يدفع شره. عشان ما يجيش واحد يوم القيامه يقول يا رب ما انت صلت على الشياطين. لا، الشياطين لا تسلط بكثره الا مع المعاصي. لا يزداد تسليطها على المعاصي. وابليس نفسه عارف، عارف كويس قوي. طوال ما الانسان بينصاع للملك وينصاع لربه هو لا اكيد. قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. اللي هيخلص لك انا عارف مش هقدر عليه. ان استعذت بالله هيجي لك من فين؟ استعذت بالله مش طالب. ربنا هيعزك يقينا. اطعت الله ربنا يرسلك يقينا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله حتى يمسي. هيجي لك ابليس النهار كله من فين؟ وانت في ذمه الله وفي معيته. ولما يقول من صلى لله اول نهاره اربعا كفاه الله منه اخره، هيجي لك من فين في اخره؟ وقس على هذا، وقس على هذا. المؤمن اللي التزم باحكام الله وادابه وهدي نبيه سيدفع عنه الشيطان يقينا. واثره يوقف تماما، لدرجه سيدنا عمر الخطاب كان مربي له الرعب، هو كل الشياطين بجرحه مربي لهم الرعب. من كثره محاسبته لنفسه ولزومه طاعه ربه، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه يا عمر ما سلكت فجا اي طريق الا وسلكت الشياطين فجا غير فجا. كل جاي في السكه يشوف عمر بعيد يرجع لخلف دول ويفر. ده عمر. ها؟ كم واحد فينا جدع ويبقى زي عمر؟ يلعب شيطان؟ وضحت؟ بل لما حصل ان الروم هدد المسلمين سيدنا عمر عباره قال لو نسينا الروم وساوس الشيطان بخالد. هنسيهم وسوسة ابليس بخالد، ان شافوا خالد هيلعبوا هم وشياطينهم. لو نسينهم وساوس الشيطان بخالد. لو ولذلك كان ايه؟ كان حتى القبائل تابعه عليهم كلها اللي بيبوسوا ايدين الروم
القاضيين لحكمه كان يسألوا من قائد الجيش القادم؟ إن قالوا خالد قالوا أسلمنا. ما فيش وسوسة إبليس غير وردة، مع النوعية دي غير وردة. إذا ندرك رب العباد أعاننا في مقابل الشيطان، جعل لكل واحد منا ملاك قرين، دول قرناء ملازمين لكل واحد فينا. والرب يصف مشهدهم من القيامة فيقول عن القرين الأول الملك، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، اللي ما سمعش كلام الملك، هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد. قال قرينه رقم اثنين شيطان، ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظل بعيد، ده هو اللي كان مجرم ابن 60 في 70، مش عايز أقول لكم كده وضحت؟ فدي قليل من الملائكة قليل من الجن. كم عدد الملائكة القراء بتوعنا؟ ما تعدش. طيب في المقابل بس دول؟ ده قليل ملازم. معاك ملكين مقيمين معاك 24 ساعة سجلوا كل أعمالك. يسمى الكثير. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طبعا الجملة دي مختصرة اختصار شديد. لو هنبسطها على أصلها على ظاهرها نقول: ما يلفظ من قول في الخير إلا لديه رقيب عتيد يسجل الحسنات، وما يلفظ من قول في الشر إلا لديه رقيب عتيد يسجل السيئات. لما نختصر كل دول في كلمتين: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد في الخير وفي الشر. ففي ملك مختص بتسجيل الحسنات وموصوف بانه رقيب عتيد. لان بعض الناس فاهم ان رقيب على اليمين وعتيد على الشمال، لا، ده كل واحد منهم رقيب عتيد. هل قول بس ولا قول وفعل وعمل؟ ايه؟ قول بس ولا قول وفعل؟ لا، قول وفعل وعمل وما يدور في قلبك من همه وعزيمه واراده، كل ده سجل. ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل تسجل. ولذلك الحديث القدسي كتب الله أن الله كتب الحسنات بالسيئات، فقال يا ملائكتي إذا هم عبدي بالحسنة وعملها، يبقى من بداية الهم يسجل كله، فاكتبوها من هم في قلبك يبدأ تسجيل. إزاي الملك بيحس بقلبه؟ أطلعه العليم الخبير. إزاي يحس؟ إحنا اللي إحساسنا تعبان قدامنا. احنا مفيش حس. لا هو بيحس بالخشب. اذا ندرك يعني كل انسان منا ليه اثنين قرناء كتبه، ايوه، يبقى عد عندنا قرين للدفع بالخير، ها، بعددنا كلنا. عندنا اثنين قرناء بعددنا كلنا، اضرب، يبقى على الاقل دول معانا كل واحد فيهم مع ثلاثه، ده حد ادنى. فما بالك بالحفظه؟ كم واحد؟ قيل 10 وقيل مفتوح على حسب عملي الصالح، مش هيبقى 10، هيبقى أضعاف. ها؟ الحافظ موجودين حد أدنى مع حتى مع الفاجر. يبقى ربنا مسخر لنا احنا بس كام؟ اضرب في عددنا. كل عدد اضرب في عددنا. بس لا، ده في ملائكة مختصين بكل عبادة لينا. بنصلي. في ملائكة بينزلوا يوميا من السماء عشان يشهدوا حال المصلين، واحد واحد. ويصعدوا إلى الله، ينزلوا مرتين، وعبديتين، نبطشيتين. ها؟ نبطشية تنزل معاهم في صلاة الفجر. فيشهدون. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان إيه؟ مين اللي يشهدوا؟ اللي بيتين الليل كله معانا يشهد الفجر، واللي نازلين عشان ياخدوا وردية النهار معانا يشهد الفجر. فيجتمعوا معنا في صلاة الفجر ويجتمعوا معنا في العصر. كل يوم. وكل يوم يعطوا تقرير الله أول بأول. يبقى في تقرير بيطلع يومين. بعد العصر بعد الفجر. يسألهم رب العباد: ما حال عبادي؟ وهو أعلم بحالي. لكن عشان يسجل هذه الشهادة. يقول لنا ربنا: جئناهم هم صلون، تركناهم صلون.
طب ما صلاش؟ هيوجدناهم هم نائمون وتركناهم مسكرون. هيدوا التقرير كما هو. فتخيل ان يوميا حالتك ترفع الى الله كل يوم في الفجر العصر. كل يوم. عشان كل واحد فينا يتلم خلال الدم لا يفوت فجر ولا يفوت عصر. واضح المعنى؟ اذا ندرك دول كلهم مختصين بالصلاه ايضا. فما بالنا وهم يشهدون الصلاه معنا. يعني انت تصلي وهو يصلي معك. الشيخ يصلي يقول ولا الضالين. ها دي الصلاه المستقيمه. دعا الملائكه تؤمن على صلاته. كلهم اي كلهم. لذا جاء في الصحيح من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له. يعني احنا بنقول مين؟ هم بيقولوا معانا. مين اللي يظبطها على قدهم؟ طب هنظبطها ازاي؟ ها؟ من ناحيتين. طريقة النطق ده الظاهر لأن كثير من الناس بيلخبط حتى في هذا الكلام. الشيخ قال ولا الضالين مد مد لازم لان بعد سكون احنا نروح وزنها عليه مش سامع كده امين. من قال ان ايه تتمد ست حركات؟ الجمهور على انها تنطق ده بيسموه مد بدل. المد فيه حركتين بس مش ست. فنقول امين مد مين زي ما انت عايز. معاك اثنين اربعة ستة يبقى تنطق امين امين امين. اللي وافق تأمينه تأمين الملائكة في هذا الجانب. والجانب الثاني ايه معنى امين؟ استجب. اللي طلبها من قلبي وافق الملائكة في حسن طلبهم في الجانب دول يبقى احسن نطقها واخلص عندها. اللي وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ذنبه. الله. يعني معانا في كل صلاة فرقة بتأمن؟ أيوه. يبقى العدد قد إيه؟ ما تعدش. جيوش. ولذا وصفه تعالى فقال: ولله جنود السماوات والأرض. جنود بسخان لخدمة عباده. بس اللي نازلين طالعين؟ لا. في كل عبادة. تخيل في رمضان بيتابعونا ليلة بليلة. ليلة القدر رب العباد يقيم احتفال كوني. فيجتمع فيه كل ملائكة السماء والأرض ليشهدوا القائمين في هذه الليلة. عددهم قد إيه؟ ما ذكرش العدد. لكن ذكر وقت نزولهم. يبدأ نزولهم من مغرب ليلة القدر حتى صلاة الفجر. أرسال أرسال بملء السماوات ينزل الأرض. ينزل فريق ينزل اللي بعديه. تخيل نبدأ نزولهم من المغرب ويستمر النزول لغاية الفجر. يبقى أعداد قد إيه؟ يبقى عرض السماء كلها. ها؟ حد يعرف عندهم؟ سلامات. يبدأ صعودهم بعد الفجر. ولذلك لا علامة ثبتت في الحديث الصحيح بالنسبة لملائكة القدر تدل عليها إلا علامة واحدة نص على الحديث. إن الشمس صبيحتها تخرج بيضاء من غير شعاع. يعني شعاعها بيروح لا ما بيروحش. العلماء قالوا من كثرة صعود الملائكة يحجب شعاع عن الأرض. يستمر الصعود من صلاة الفجر لغاية الشروق وبعد الشروق ساعة كمان فيحجب الشمس حين تطلع فلا ترى لها نور ولا شعاع. لا يعني زي ما قلت واضح المعنى؟ يبقى أعدادهم قد إيه يوم القدر؟ ما تعدش. لما وقف النبي بعرفة ما عرفه صلى الله عليه وسلم برضه بخل نذكر على المذكر برضه البخل يا اخوانا ما ينفعش البخل.
صلى الله عليه وسلم. لما وقف النبي عرفة يوم عرفة قال عبارة عجيبة، قال أطت السماء. أطت يعني السقف بتاعها لب، وحق لها أن تريد، فليس فيها موضع قدم إلا وفيه ملك في حجم جبريل أو أقل، لله راكع أو لله ساجد أو لله قانت. كل دول يجمعهم رب العباد يوم عرفة على السماء الدنيا، لغاية ما السماء الدنيا تعج بهم حتى إن سقفها يلب. سقف السماء الدنيا قد إيه إخوان؟ مش زي الأسقف تعد كده ورق. سقف السماء الدنيا كما جاء في الأثر مثل ما بين السماء والأرض، حتى بلغ من شدة إحكامها وقوتها لم تحتج لعماد واحد يرفعها، برغم اتساعها الرهيب. نعرف نرفع سقف مسجد سيدنا من غير عمدة؟ سقف مسجد، فما بالنا من السماء التي لا نرى لها نهاية، وكل اللي احنا بنشوفه جزء منها. ده انت بيشوف جزء، مش عارف سماء القبة السماوية. طب واخواننا اللي في الأرض من ناحية ثانية هيشوفوا القبة الثانية، كرة ضخمة عمرنا ما نجيبها، وبصرنا محدود جدا أمامك. تخيل إن السماء مع هجمها الرهيب ده، النبي يقول أطت السماء وحق لها أن تعد، ليس فيها موضع قدم، موضع قدم إلا وفيه ملك لا راجع ملك لا ساجد. كل دول جاء عشان يروح الحجاج بعرفة يوم عرفة، فيناديهم رب العالمين يا ملائكتي انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق. مع ان السنه يوم عرفات ان هنغتسل، لكن غسل المسافر مش غسل عادي، يعني مش هتخش حمام تاخد لك دش وانت، النبي اغتسل في عرفه، كان بياخد الميه ويصبها على راسه ويمسح بالميه جسمه وهو لابس الحرامات ما خلعهمش، يصبها بايده داخل ايده تحت الازار ويتنضض بايده جسمه. سيدنا عمر لما اغتسل في عرفه فواحد بيقول لي يا امير المؤمنين ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أتوني الشعث الغبرة؟ قال ويحك لا يزيده الماء إلا شعثا. ما دام ما دخلتش تحت الدش وظبطت الحدوته تحط ميه وانت حالتك ملبده وفيها تراب هتزيده شعث. لكن سنه سنه لا نتركها، وده فقه سيدنا عمر وفهمه للجمع بين الحديثين، ازاي يعني نوفق بين الشعث وبين الغسل والطهارة. لا، الطريقة اللي بيتم بها الغسل يوم عرفة وهو في عرفة وفي الطريق يصب على نفسه مية ولبد دماغه هتلاقي لا تزيده إلا شعثا. واضح المعنى؟ فينادي الله تعالى بذور عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم كل الجمع ده أني قد غفرت لهم. تخيل لو من الله عليك من الوقوف بعرفة معرفة، كل دول يوم القيامة يشهد لك أنك وقفت في هذا اليوم في عرفة وأديت الفريضة وأطعت ربك. الشهادة تعديلها شهادة؟ ها؟ تعديلها شهادة؟ هيشهد ولا حد منكم كتب شهادة؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم. تخيل كل هؤلاء سخروا لنا. لا، ده في تسخير خاص. أهل الطاعة يتابعوهم في كل حركة، في كل حركة قاعدين في دار زيد، قمت الليل طاعة طاعة يلتمسوه الجر عليك. إذا جاء في الحديث حديث عمر يعني إذا قام أحدكم الليل فليجهر بقراءته فإن من خلفه الملائكة وصالح الجن يؤمنه. حتى انت بيتك تصلي اجهر واشتغل يلا. لذا سن لنا في كل صلوات الليل الجهر والاسرار بالنهار، من المغرب للفجر فرض ونفل تجهر فيه، من المغرب للفجر بالنهار من ساعه ما تطلع الشمس لغايه ما تغيب تسير. واضح المعنى؟
معانا على طول. هنا من الكراء نأمل الحسنى ومن المقام على بيتنا تبقى أنت نايم في بيتك وما حصينك. حصينك. اللي أطاع رب العباد الملائكة يمنعوا الشياطين يدخلوا. ربنا عصى ده الشياطين متربصين بينا. تربص رهيب جدا. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل العبد بيته. إذا دخل بيته. فقال بسم الله السلام عليكم. قال الشيطان لأعوانه وإنكم اللي مسلط عليه لا مبيت لكم الليلة. يبقى ماشي معاك لوحده ولا معاك كتيبة؟ أول ما تقول بسم الله السلام عليكم يقول لكل دول ويلكم لا مبيت لكم الليلة. هتناموا في الشارع وفي الشقة وفي التلج وانتوا عندكم هنا تلج ما شاء الله يجمد بلد هيجمدهم التلج برضه. وصلت؟ فإن لم يسلم أو يسمي قال الشيطان لعوانه هلموا هلموا فأدركتم المبيت. فتبقى أنت نايم في بيتك والبيت كله شياطين. تتقلب بالليل معاك على السرير. واحد الديكور، واحد الديكروف، واحد الشنوط. تبقى نايم 12 ساعة وقايم يا كيس متكسر، ما لازم تكسر. هتجيله واحد فين؟ واحدة ولا جلانين. ولا جلانين، مين معاك؟ وضحت؟ قد فإذا أكل العبد فقال بسم الله قال الشيطان لعوانه ويلكم لا عشاء لكم به. لم يسمي يقول هلموا فقد أدركتم العشاء. تخيل لما يجي لك كل ليلة تسمنه وتنيمه وتخليه زي الفل زي آخر قوة. الصبح يعمل فيك إيه؟ هيهد ويهد اللي جابوك واللي خلفوك. وصل المعنى؟ أنت مكنته. لكن اللي نايمه في البرد وكل ليله مجوعه وما خليش تعشى ولا ليله يعشيه ولا ليله نايمه جنبي فعلى طول في التلج ميت يقوم تلاقي قبل الفجر بيموت خلاص. الجن جن يخلى مخلوق معانا وبتاثر ما تاثر فيه الحر ياثر فيه والقار البر ياثر فيه. فطلع عينه هيطلع عينك تختار انهي؟ مفيش واحده تانيه. يا تطلع عينه يا تطلع عينك وانت بتختار. واضح المعنى؟ العبد اللي ذكر الملائكة يبات في بيته يحبسون الليل كله. الليل كله حارس معاك. فتخيل لما رب العباد يجدد لك كل هذا. كل هذا. بل جلسة كهذه عادي نذكر ولا فيها. في ملائكة متخصصين ليها. عنهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارون يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر. ده تخصصه. أينما وجدوها تنادوا هلموا هلموا فيتصاعد الله تعالى. دي دفعة مخصوص وبعمل مخصوص. فيسألهم ما حال عبادي؟ كل يطلع يسأل ما حال عبادي؟ مكلفين. يقولون ربنا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك وفي رواية يتلون كتابك. فرب العباد يقررهم فيقول تعالى وهل رأوني؟ انتوا الملائكة اللي قلتوا ونحن نسلم حمد وخمس سلك العهد ده ربنا ما يسويش أبدا. قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون وما كان ربك نسيا. كل يوم يرتب يسألهم فيه وهل رأوني؟ اللي سبحوني دول من البشر. هل رأوني زي ما انتم شفتوني؟ فيقول لا. فيقول تعالى فماذا لو رأوني؟ ما لو شافوني زيكم كانوا عاملين ايه؟ فيجيبوا الملائكة لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. وانت دلوقتي كتابك في رواية أشد من مين؟ من حالهم الآن؟ قول القول الثاني أشد من الملائكة. في تسبيحهم وتحميدهم وتهليلهم، إذا عملوا كده من غير ما يشوفوني، أمال لو شافوني كانوا عملوا إيه؟ كانوا هيفوقوك يقينا، فيقرر الملائكة هذه الحقيقة في حق البشر، وأنهم أحق من استخلاف الملائكة. ثم يسألهم سؤال ثاني، يقول ماذا يطلب عبادي؟ هم عايزين إيه؟ هدفهم إيه؟ مآلتهم دي؟ يقولون الجنة. فيقول تعالى مقرر الملائكة وهل رأوها؟ انتوا شفتوا الجنة، دول شافوها؟ فيقول لا، فيقول تعالى فماذا لو رأوها؟ هم لو شافوها كان عمل ايه؟
فينجبوا الملائكة لكانوا أشدنا طلبا من حالهم الآن ولا من الملائكة قولين. ها؟ ثم يقرر السؤال الثالث يقول ومن تعوذ عبادي؟ يقولون من النار، فيقول تعالى وهل رأوها؟ فيقول لا، فيقول تعالى فماذا لو رأوها؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد منها عرب، وأيضا نفس المعنى، أشد من حالهم الآن ولا أشد من الملائكة قولين. عند هذا الإقرار الثالث يقول تعالى يا ملائكتي، اللي طالعين لهم التقرير على مجلس هذا، يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. ده مجلس ذكر واحد؟ ده تدرس في دين الناس ولا؟ شوفوا بركة المجلس قد إيه؟ وإحنا في البطاطا برضه. ها؟ تلاقي واحد جاي نايم واحد عايز إيه؟ ها؟ يا إخوانا ده إحنا فضل كبير جدا. أشهدكم أني قد غفرت لهم. فرد الملائكة رد عجيب، يقولون يا ربنا فيهم فلانا ليس منهم. في واحد كده مش مذاكرين قاعدين كل يوم في المجلس، لا ده ليه مصلحه وعند واحد اللي عنده 20 ولا حاجه وجاي مستنيه مش عارف يوصل له، ها هو في شغله مشغول طول اليوم، ده فرصته الوحيده انه يجي الجامع لابد له، ها في الدور لغايه ما يخلص المجلس. يقولون ربنا فيهم فلانا ليس منهم انما جاء لحاجه. فيقول تعالى هم القوم، وفي روايه هم الجلساء، جلساء الرحمن لا يشقى بهم جليسه، يغفر له معهم. وضحت؟ يعني حتى اللي هيدخل يتمسح فيهم هيدخل معهم. ولذلك الامام الشافعي كلمته عجيب جدا، يقول احب الصالحين ولست منهم. ليه؟ قال لعلي ان انال بهم شفاعه، يتغفر لهم ويطلع معهم. واكره من بضاعته المعاصي اللي عادته كلها بلا، وان كنا جميعا في البضاعه. حتى لو احنا من اهل المعاصي، لكن اكرههم اكره خلقتهم اكره اعادتهم الهباب اللي ما جبناش الا البلد. احب الصالحين ولست منهم لعلي ان انال بهم شفاعه، واكره من بضاعته المعاصي وان كنا جميعا في البضاعه. الامام احمد رد عليه قال له تحب الصالحين وانت منهم. ها؟ يعني مش عايز اسال نطلع بره الموضوع، خلينا نرجع. اذا ندرك كم من الملائكه اللي بيتابعونا، شيء مذهل، شيء مذهل. بل في حاجات بسيطة قد لا نفطن إليه. في حديث قرأته وإن كان يعني في سنة المقال، لكن الحقيقة له إشارة هذا المعنى. يقول إن لله ملائكة يستغفرون للحى الرجال وذوائب النساء. ليه الرجل اللي أطلق العين في السنة الملائكة يستغفرون، يقولون سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب. الذوائب لإيه؟ الضفائر، شعر طويل. ذلك سنة للمرأة إطالة شعرها، وسنة الرجل إطالة لحيته. السنة دي يقيد الله لك ملك يدعو لك بها في كل لحظة. هيزعل كل واحد حالة دلوقتي. وتزعل كل مرأة قصة شعرها. بالنسبه لها اصل غابة عايزه تبقى تسمى انها راجل، فتروح شاده شعرها. ها؟ نسال الله العافيه والعافيه. رحم الله الشاعر حين قال: كل الجميله ده الانتكاس في الفطره العجيب. لما تلاقيها عامله لك نفسها عايزه تثبت مش عايزه تهرب تبقى ست. فتربي لك ظافر. عايزه تبقى ايه؟ وحش كسر. قص شعرها، عايزه تبقى راجل. حتى ان الشاعر قال: كل الجميلة أرسلت أظفارها، إني لخوفي كدت أمضي هاربا، إن المخالب للوحوش مخالها، فمتى رأينا للظباء مخالبا؟ الغزالة لها مخالب؟ لكن المخالب فين؟ ها؟ بعدين تطلع لك باللون الأحمر، يعني لون الدم، هتفتح فمك هديك ترشك، حاجة ترعب يا أخي والله. كل الجميلة أرسلت أظفارها، إني لخوفي كدت أمضي هاربة، إن المخالب للوحوش نخالها، فمتى رأينا للظباء مخالبة. والشاهد قال: بالأمس أنت خصصت شعرك غيلة، ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبة. مش عجيب على الحاجب اللي ربنا بيقول تقصقص بتقصقص وفي الآخر تروح شيلاء وعامل لك خط بالمسكرة عشان تخلي عينها بالطول مش بالعرض. طب العين بالطول مين؟
الجن. فمش عايز تبقى بني ادم، عايز تبقى عفريت. ها؟ بالامس انت خصصت شعرك غيلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبة، وغدا نراك نقلت ثغرة للقفا وازحت انفك رغم انفك جاذبة، ان الجمال من المصور صنعه ان شذ خط فيه لم يكن صائب. نفط ملائكة، جاعل الملائكة رسل جاي لنا، كل واحد مهمة، كل واحد مهمة. بل لما دخلت جيوش المسلمين الحرب كانت الملائكة تأتيهم أرسال أرسال، الصحابة بيقاتلوا والملائكة معهم. إذ تستغيثون ربكم من بدر فاستجاب لكم أني ممدكم بكام؟ قال بألف من الملائكة مردفين. خلاص هنختم بدي عشان ما تدورش عليهم. مردفين عم متتابعين، انزلوا من وراكم ورا ظهوركم يحبوكم من وراكم. بس الرسول وعد وعد، وفيه يقول تعالى: ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين، مين اللي يقول؟ سيد الخالق. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المرسلين؟ ربنا عندكم ألف مردفين ورا ظهركم، لا ده هينزل فوقكم في أي واحد فيكم يتحرك دول نازل معاه، هينزل ثلاثة آلاف. الصحابة كلهم كام؟ 300، يعني كل واحد نزل له 10 يساعدوه. واضح؟ 10 والألف بكام؟ لو توزع عليهم كل واحد 3 بيبقوا 13، كل واحد ليه 13 واحد يساعدوه. بس ربنا أجاب طلب النبي، قال بلى اللي وعدكم به رسول الله حاصل حاصل، 3000 ملك منزلين. بس أنا بلى إن تصبروا وتتقوا في المواجهة يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. يبقى وعدهم بكام؟ 9300. وزع 9300 يطلع كل واحد كام؟ وصلت؟ احنا فين؟ ده في بدر بس. في واحد نزلوا، في تبوك نزلوا، في الخندق نزلوا. فبل لما انتهت غزوه الخندق النبي صلى الله عليه وسلم مع الاعياء الشديد اللي عاشوه والجهد الشديد اللي عاشوه في الحفر اللي اشرناه قبل ذلك سوره الاحزاب، وكم يوم؟ 11 يوم في الخندق حفر ودفع. فالنبي هم يدخل بيته يستحم يغتسل، اول ما خلع لقمته فك بس الدرع بتاعه اذا جبريل يطرق الباب. قال: يا رسول الله اوضعت لقمتك؟ ان الملائكه لم تضع اسلحتها. النبي صلى الله عليه وسلم يصف المشهد فيقول: رأيت جبريل على فرسه وعلى أسنانه النقع، تراب الحرب، جايب تراب جبريل. قال له: إن الملائكة لم تضع أسلحتها وإنا سنبقوكم على بني قريش، لحقونا. حتى قال النبي: أروح أجيب جبريل. لبس لقمته ده وطلع. قال: أيها المسلمون لتصلن العصر في بني قريش. الكلام ده كان امتى يا اخوانا؟ في صلاة الظهر. قال لكم صلاة الظهر بعد صلاة الظهر مش هتقدر، قال لكم الكلمتين دول: لتصلن العصر، العصر اللي ده في بني قريظة. المسافة بين المدينة وبني قريظة قد ايه؟ 5 كيلو. هتاخد قد ايه وقت معانا؟ ماشي. تلت ساعة؟ نص ساعة؟ ساعة؟ الوقت من طول عصر طويل هناك في الجزيرة، مش زي عندكم هنا. زي عندكم في الصيف. الشتاء عندكم ما شاء الله بين طول العصر مفيش وقت. فرق الكعب. ها؟ بس الشهر ده بيسموه عندنا في التوقيت المصري الخبطة القديم سموه كياك. يقول لك كياك صبحك مساك، مفيش نهار.
يقل النهار جدا. فأقصى النهار في العام شهر ديسمبر، نوفمبر ديسمبر. الشاهد قال لا تصلي العصر في المدرسة، المسافة تكفي. والمسافة الوقت على الأقل من ظهر العصر في منطقة الجزيرة ما يقلش عن ساعتين ثلاث ساعات، مستريح قوي يعني. فالمسافة تكفي يصلي روحي والله. لكن الإعياء اللي أصابهم والجهد اللي بذلوه، وإحنا ذكرنا حديث حذيفة ما فيهمش واحد عارف يمشي. فكل واحد عمال يكحت رجليه في الأرض. مش هيمشي. لغاية ما أذن العصر هم لسه ما قطعوش نص السكة. أذن العصر هم ما قطعوش ربع مسافة. فاختلفوا. طب الرسول قال صلى العصر بن قريظة. نصلي هناك حتى وإن أدركنا المغرب عشاء؟ ولا عايز نسرع فنصلي في الطريق ونكمل عشان ما نضيعش الوقت في الميعاد؟ اختلفوا الصحابة، فريق صلى وكمل وفريق رفض. قال الرسول قال صلى العصر بن قريظة هناخد كلمته حرفيا ننفذها هناك. وصلوا امتى؟ بعد العشاء. من شدة الإعياء والجهد اللي أصابهم المسافة 5 كيلو دي قطعوها من الظهر للعشاء. وصل معنا؟ الصحابة اللي صلوا في الطريق صلوا، واللي ما صلوش جمعوا العصر والمغرب والعشاء في ابن خريصة. إنا سنقوم على ابن خريصة. ده مين اللي طالب هذا الطالب؟ جبريل والملائكة. فكانوا هم اللي بيديروا المعركة. كم عددهم؟ ما تعدش. لن اختم باثر واحد. سيدنا سعد بن معاذ لما مات صحابي واحد، شوف اكرام الله هنا، لما استشهد ومات كان النبي يسير في جنازته على اطراف اصابع قدميه. فالصحابه تعجبوا لما ذلك يا رسول الله؟ قال من كثره مزاحمه الملائكه لقد نزل اليوم 70,000 ملك يشيعون جنازة سعد لم تطأ أقدامهم الأرض قبل يومهم هذا. ده وفد من العزيز الحكيم لتشييع جنازة سعد غير الملائكة بتاعتين نازلين اللي موجودين معانا على طول. يبقى عدد الملائكة اللي حضروا جنازة سعد قد إيه؟ 70,000 ده جزء منهم. ودول جايين مخصوص لمهمة مخصوصة. عمرهم ما نزل الأرض. أول مرة ينزلوا لحضور جنازة سعد. 70,000. واضح المعنى؟ يا إخوانا ده رب العباد سخر لنا كل هذا. لذا صدر الحمد لله. إن ما كناش نحمد والإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان الست. إن ما كناش نحمد الله على هذه النعم اللي ربنا سخرها لنا ونحن لا نشعر ولا ندري ولا نملك فيها سبب. ايه سلطاننا على الملائكة؟ لا سلطان. لكن رب العباد يسخر لنا كل دول كما قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. آية شيء العاقل. يعني كل في السماء من مخلوقات وملائكة مسخر لنا؟ أيوه. وإحنا وليه بس؟ بلادة رهيبة فينا. مفيش حس بكل هذه المعاني. اللي سخر العليم الحكيم واللي قيد كل هذا العليم الحكيم، فكيف لا نحمد الله على هذا؟ لذلك بدأ الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة اللي شغالة في كل السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا لنا لخدمتنا ورعايتنا ولحفظنا ولكثرة أفعالنا ولتشيع جنازاتنا ولمتابعة أحوالنا حال بحال. كل ده منا والله. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. كل دول في خدمتنا؟ أيوه. يزين في الخلق ما شاء. الدرس كله راح في أيدينا. جميل. ما خدناش السورة. الله يجزيكم خير. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.